كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، والذي يهدف لتطوير البنية التحتية المستدامة لدعم 4 قطاعات واعدة، وهي الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، كما يهدف البناء لبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية لها. كل هذا بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. جميل، جميل جدا. يعني يمكن هذا الشيء احنا شفناه لما سمو ولي العهد أعلن عن رؤية 2030 والخطط والاستراتيجيات اللي وضعها، وكانت مجرد خطط حينها، ولكن الآن أصبحنا نشوفها على أرض الواقع طبعا، ومساهمة الشباب وشباب الوطن بشكل عام في هذه القطاعات، وكيف أنهم ما شاء الله كانوا مستعدين ومتحمسين نفسيا أنهم يشاركون في بناء هذه البنية التحتية وفي المساهمة في تنويع خلنا نقول الاقتصاد السعودي. ويعني هذا الشيء أو هذا الخبر أكيد يدعو للفخر بكل تأكيد. فعلا مها أودي، يعني لو نبغى نتكلم على مستوى الشباب وأيضا على مستوى القادات اللي طبعا أخذوا هذه المسؤولية وهذه المهام، زي ما قلتي مها، خلال الفترة اللي فاتت شفنا كيف كان في أصداء وكيف كان في تطور في جميع القطاعات، ذكرتها أودي قبل شوي، المختلفة، ثقافية، رياضية، سياحية، ترفيهية وغيرها. صحيح. فلما يكون في تخصصات مباشرة وغير مباشرة بيعمل استقطاب ونمو أكثر طبعا للدخل في البلاد، للدخل اللي داخل البلاد وحتى على المستوى العالمي. صحيح. خلينا